بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكر أسرة الإعلام الحضور اليوم، قسمت معنا الأشغال تاع الجمعية العادية العامة، شفنا فيهم التقارير المالي والأدبي لسنة 23. الحمد لله كان نقاش ثري مع رؤساء الأندية ومشكورين. قيمنا يعني مرحلة، ما يخفلكمش، مرحلة تسيير من طرف مكتب الموكل بتسيير الرابطة، بدأ في شهر أكتوبر. يعني قيمنا مرحلة 3 أشهر، شفنا الأمور الإيجابية، ويعني كانت هناك عدة اقتراحات للموسم المقبل من ناحية التنظيمية، من ناحية الإجراءات، من ناحية أيضا قانون العقوبات. تكلمنا على كل هذا، تكلمنا أيضا على تقنية الفار اللي حتكون إن شاء الله في الموسم المقبل، كما يكون في علمكم كانت فيه مناقصة دولية لخلاص الأجل تاعها 8 أبريل، وكانت هناك شركتين يعني اللي قدمت الطلب. إذا طمنا يعني رؤساء الأندية باش حيكون تقنية الفار حاضرة في البطولة تاعنا إن شاء الله. هذا حيكون حافز، وأكيد حيرفع من مستوى التحكيمي ومستوى التقني البطولة بصفة عامة. الجمعية العامة الانتخابية هل كتم كفاءة قبل التصويت؟ نعم، كان فيه يعني إجماع بدون مشكلة، يعني شفنا تفاهم كبير. هم عائلة واحدة، الأسرة الرياضية، أسرة المحترف الأول، كان فيه يعني إجماع. قيمنا وقدمنا يعني اللجنة، مختلف اللجان، يعني لجنة الترشيحات ولجنة الطعون، واحد تكون من بعد فيها على الموقع الرسمي للرابطة، يعني كل هاد التفاصيل يكون فيه بيان، وراح تكونوا على علم إن شاء الله بالأسماء. حتى تاريخ من بعدها يكون تاريخ خاص. نعم. بالجمعية العامة الانتخابية. الجمعية العامة الانتخابية هناك الوزارة حدت يعني تواريخ، لكن احنا بحكم هناك غياب يعني رئيس في الرابطة المحترفة، كذلك رابطة الهواء، حنتقدموا بطلب يعني لتقديم الموعد الانتخابي ان شاء الله، وحنا نعلمكم في الوقت المناسب ان شاء الله. شوف بين الاقتراحات تاع الموسم المقبل، شنو هو ربما الابرز ولا الاقرب للتجسيد الموضوع؟ السقوط ولا النزول، شنو هما ابرز الاقتراحات اللي كانت؟ هو الاقتراح تاع يعني إعادة الهيكلة، هيكلة تنظيمية المنافسة مختلفة، ماهوش من اختصاص رابطة المحترفة. حيكون فيه يعني مكتب فيدرالي حيتكلم في الموضوع. الشيء الأهم يعني تكلمنا على نظام منافسة، صحيح كان فيه كلام، لكن أظن يعني في المخرجات المقبلة للمكتب الفيدرالي ما يخفلكمش تغيير نظام منافسة لازم يمر بجمعية عامة غير عادية، لازم هي تصادق على المشروع، وأيضا إشراك لوكوليج تكنيك، يعني لوكوليج تكنيك هو اللي حيمد يعني التبريرات والتغييرات اللي لازم تكون لتحسين يعني نظام المنافسة. هو ماهوش من صلاحية الرابطة المحترفة، لكن كان في اقتراحات راح يتموا ينطرحوا على المكتب الفيدرالي بصفتي عضو مكتب فيدرالي، حيكون في اقتراحات لتحسين نظام المنافسه ان شاء الله. بخصوص رؤوس البطوله الوطنيه هذا الموسم، يعني هل انتم مراضون عن السير الذي سارت عليه البطوله الوطنيه من جانب الرزنامه؟ وايضا هل تم تحديد موعد لنهايه البطوله الوطنيه؟ شوف، موعد نهايه البطوله حيكون ان شاء الله في بدايه شهر جوان، ما نقولكش الاسبوع الاول او الثاني، المهم هو في شهر جوان. وتقييمي للبطوله بصفه عامه هو يسير بظروف جيده، وهذا ماهوش اجتهاد فقط من الرابطه وعمال الرابطه، هو اجتهاد من رؤساء الانديه. يعني كل ما تم برمجته من لقاءات في البطوله مع كل يعني المشاكل اللي تعرفوها، مشكل ملعب واحد في الجزائر العاصمه وثلاث انديه يعني تستقبل فيه، كان بفضل رؤساء الانديه، هم مشكورين من هذا المنبر، قاموا بعمل كبير، يعني هم دائما في الاصغاء من اجل ازدهار الكره ويعني لصالح البلاد.
فيما يخص الانتهاء من البطولة شهر جوان، هو بالنسبة لنا لهدف واحد، هو يعني نخلو الفرق في أريحية من حيث الانتدابات، خاصة الفرق اللي راح تكون متأهلة للمنافسة الإفريقية الموسم المقبل. حيكون يعني فترة الانتدابات من 31 جوان، هذا حيسمح لهم يعني يكونوا يعني يحضروا مليح وينتدبوا مليح، وحيجيب يعني الموسم المقبل نقدروا يعني ننطلقوا في البطولة بصفة عادية. هذا هو الأساس. بالنسبة لكأس الجمهورية، الملاعب التي ستستضيف المباريات والنهائي؟ لحد الآن لم يتم الإعلان عن الملاعب اللي تحتضن. حيكون فيه قرعة، وحيكون فيه اجتماع تنسيقي مع الأندية اللي راهم يعني نهنيوها بالمناسبة على التأهل هذا. حيكون فيه اجتماع في الاتحادية لنشوفوا تحديد الملاعب، وأيضا حيكون فيه سحب قرعة على الساعة 9 مساء في التلفزيون العمومي إن شاء الله. ما كاش رد ربما من غير الجانب المالي أو اللي كانت عقوبات مالية من جانب الحكام ولا الفرق؟ الفرق واللاعبين. شوف، هو الصورة والاستراتيجية تاع الاتحادية لدى قدومنا هو نخليه يعني الجمهور يتمتع بالفرق تاعو، ما نحرموش من باش يشاهد الفرق تاعو، لكن لازم يكون هو هناك دور توعوي من طرف يعني احنا كاتحاد ولا انتم كصحافه لنبذ العنف وتحلي بالروح الرياضيه. شفنا امور جد وجد وجد ممتازه من طرف الجمهور، صنعوا اجواء نقولوا خرافيه في المدرجات. احنا من هذا المنبر نقول لهم ساندوا الفرق تاعكم بكل روح رياضيه ومدوا صوره جميله، لان الصوره هذه راهي تروح يعني العالم الرياضي راه يشاهد فيها. لازم نحسنوا الصوره تاعنا، وبالمناسبه احنا يعني في كل مره نحاولوا نحسوا قبل يعني تحسيس قبل الردع وقبل اتخاذ الاجراءات اللازمه، لكن هناك قانون، هناك لجنه تعمل بكل مصداقيه بكل شفافيه وكل تعمل وتتخذ يعني الاجراءات اللازمه كي تكون فيه تجاوزات. كاين قانون والقانون